عندكم القدره على التاثير على الحكام ولا لا؟ معايا محمد شيحه. ازيك يا محمد؟ يا كابتن، ازيك؟ عامل ايه؟ منور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. شيحه، يعني انت شايف اتهامات بتيجي من كل حته، انتوا خايفين من مرتضى منصور اتحاد الكوره، وبرزنتيشر بتعمل كل حاجه في الدنيا عشان تخسر الاهلي وتكسب الزمالك الدوري. بص يا كابتن، اول حاجه انا اولا ما استقلتش من برزنتيشن ده شركه محترمه. انا كان ليا دور معين ان انا الشركه تحقق النجاح في التعاقد مع عدد من الانديه. كان البادجت 12 نادي، والحمد لله نجحنا في التعاقد مع 13 نادي حقوق بس فضائي و15 نادي حقوق تسويقيه، بالاضافه للتعاقد على حقوق رعايه اتحاد الكره لمده 3 مواسم. تمام. انا اديت دوري والموضوع بالنسبه لي انتهى فيما يتعلق في هذا المشروع. يعني قصدك انت كان ليك دور معين وانتهى؟ خلاص كابتن انتهى. خلاص انت بقيت عن الشركه يعني؟ وحققت نجاح. هكمل لحضرتك. وحققت نجاح انا شايف انه الحمد لله كل الناس اثنت عليه. تمام. تعاوني مع برزنتيشن في مشروعات اخرى ده شيء وارد جدا ويشرفني. انا ما استقلتش، وانا يشرفني ان انا تعاونت مع هذا الكيان المحترم. ما يتعلق بالكلام اللي تردد في الاعلام امبارح والنهارده، كلام مخزي وكلام عار على الاعلام المصري وكلام غير حقيقي، وانا هستند لعده يعني وقائع من كلامهم هم الناس الافاضل اللي تفضلوا واتهموني واتهموا الشركه بهذا الكلام. ما يتردد عن تدخل برزنتيشن في اعطاء الدوري لشركه، عفوا لنادي الشركه بترعاه، ده كلام بياخدنا لاتجاه ثاني. النادي الاهلي بقاله 8 سنوات بيحصل على بطوله الدوري العام نتيجه عرق وجهد لاعبيه، ده شيء لا نستطيع انكاره. لكن لو هيقاس ان الشركه الراعيه لنادي الزمالك او النادي الاسماعيلي هي اللي بتوجه الحكام لخساره النادي الاهلي الدوري، اذا فالنادي الاهلي كان بيساعد من قبل الوكالات الاخرى التي كانت ترعى النادي. وده مش كلامي، ده كلام الافاضل اللي تفضلوا امبارح والنهارده باتهام برزنتيشن بهذا الاتهام. الجزء الثاني يعني ما معناها، يعني لو احنا بنتكلم بهذا المنطق يبقى وكاله الاهرام للاعلان اللي كان بترعى النادي الاهلي ورئيسها هو رئيس النادي الاهلي، كان يبقى القصه بقى كل واحد يرعى يكسب فرقته. مفيش كلام. الجزء الثاني والاهم ما يتعلق بان احد الحكام يعني متعين في برزنتيشن، ده كلام يعني قله ادب وقله قيمه وكلام قله ادب وقله قيمه، يعني الكلام ده مش صحيح بالمره. لا يا فندم، ده كده يعني لا يجوز ان احنا نتكلم عن التحكيم. طب معلش عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. ايه العيب؟ يعني انا عندي دلوقتي 5 حكام. لا انا هكمل. لا اسالها، هقول لك وكملها شيحه. اتفضل. عندنا 5 حكام بيشتغلوا في البترول. فهيم عمر كان بيشتغل في وكاله الاهرام للاعلان، ابراهيم نور الدين بيشتغل في السكه الحديد، في نادي السكه الحديد، ولسه عامل فرح بنت احمد وجيه في نادي كابتن احمد وجيه في نادي السكه الحديد. يعني إيه لو حتى الحكم بيشتغل في برزنتيشن. الغريبه كمان انت تعرفوا الاسلوب لو حتى ابو الرجال. انا عاوز اكمل. اسمع انا بس خليك تكمل والله. لو حتى ابو الرجال بيشتغل في برزنتيشن، ابو الرجال مش هو الا يعني هو الله يمنعه من الهدف. انا عاوز اتكلم يا كابتن، بس اقول لك انا ما يتعلق بان بعض الحكام بتعمل في البرزنتيشن ده قله ادب وقله قيمه للتحكيم المصري. كويس. ده جزء. الجزء الاهم من ده كله، احنا ممكن يعني السيد محمد كامل يطلع العاملين عنده. تمام كده. العاملين عنده ومش هتلاقي فيهم ولا حد من قطاع كرة القدم نهائيا يعني. للأسف يا كابتن، يعني هناك بعض الأرازل أو المرتزقة في الإعلام بيرددوا كلام مخزي، وعيب حتى إن احنا نردده وراهم أو إن احنا نقوله وراهم. محمود أبو الرجال هو لم يكن المساعد الذي ألغى هدف النادي الأهلي. كويس. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين والأهم، برزنتيشن ده كيان محترم، ومحمد كامل أصلا أهلاوي وأهلاوي جدا. واللي الناس ما تعرفوش ان احنا لما بدانا التفاوض مع نادي الزمالك في احد الفنادق الكبرى، كان في نفس الوقت بنتفاوض مع النادي الاهلي. الوقت اللي دخل فيه العميد احمد سليمان والاستاذ احمد مرتضى كان بعد ميعاد الاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ عماد وحيد. يعني شركه برزنتيشن تفاوضت مع النادي الاهلي. النادي الاهلي احد الخبثاء همس في اذن مجلس اداره النادي الاهلي ان الاستاذ حسن حمدي شريك محمد كامل. هناك بعض الامور الخاصه بينهم بقى هم جوه النادي الاهلي يعرفوها، خلت النادي الاهلي يبعد
بسبب هذه الإشاعة أو أنه رأى مصلحته مع القنوات الفضائية الأخرى. السؤال يا كابتن خالد، ليه بريزنتيشن مش زعلانة لما الزمالك تعادل أكثر من مباراة؟ ليه بريزنتيشن مش زعلانة لما الإسماعيلي عمال يفقد النقاط تلو الأخرى؟ ليه لم يقل بريزنتيشن مثلا أن وادي دجلة لما تعادل مع الزمالك الحكم جامل نادي وادي دجلة؟ ليه لما الأهلي اتحسب له هدف من الرجاء الناس ما قالتش ان الحكم عمل كده عشان الرجاء ماضي مع برزنتيشن؟ كابتن خالد المشكله مش عندنا، المشكله مع الطرف الاخر، او المشكله مش عند برزنتيشن، المشكله عند الطرف الاخر. الاهم من ده كله يا كابتن عشان بس الامور تكون في نصابها، الامر تجاري بحت والامر انتهى، يعني الامر تجاري بحت والامر انتهى. القنوات الفضائيه لها كل الاحترام والتقدير، معها السبع انديه رب تكمل معاهم وينتهي الموسم بمنتهى السلم والامان. مباراه الاهلي والاسماعيلي لم تكن حصريه على الام بي سي، كانت حصريه على سي بي سي والنهار وكذا وكذا وكذا، واحنا ما زعلناش. الموضوع تجاري بحث يا كابتن. تمام. دي اعتقد انها تعليمات من ادارات القنوات ديت لهؤلاء المذيعين لتوجيه اتهامات لشركه محترمه اثرت الواقع الرياضي واثرت الحياه الرياضيه. تمام. النهارده يا كابتن يعني لابد كرياضيين يفخروا بالمستوى اللي فيه نادي الزمالك من ناحيه المظهر العام، الاتوبيس اللي جه، الالتزامات الماديه. نادي الاسماعيلي النهارده معلوق ما عندهوش مشاكل ماديه، نادي الاتحاد النهارده بيعمل مؤتمر صحفي للعميد ولا اروع. كل الانديه يا كابتن خالد المشكله لا في برزنتيشن ولا في حضرتك ولا فيا. لو الرياضه تتحول الى هذه الفوضى يبقى خلاص الموضوع انتهى. يا كابتن بشكرك يا شيحه، واعتقد وجهه نظرك وصلت، ونرجع لخبر اخر وخبر مهم جدا.